مشاهدينا، الحقيقه احنا النهارده بنتكلم عن ما يقلق ويؤرق الشأن والبيت المصري. النهارده يمكن السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي هي بقت زي ما بقت مفيده ومهمه، لكن كمان هي ايضا اصبحت هاجس واصبحت بتكون عندنا او بتخلي وعينا بيزيد كمان بالجرائم وبالمشاكل الكتيره. مؤخرا انتشرت مجموعه من البوستس او مجموعه من الكلام على الاخبار عن ظاهره الحقيقة طول عمرنا بنسمع عنها وهي موجودة وبنشوف نتائجها في الشوارع المصرية، وهي ظاهرة اختطاف الأطفال. لكن مؤخرا كان في أكثر من واقعة، منها ما يدرج في صفحات الحوادث ومنها ما يتم التحدث عنه بشكل مباشر وصريح في ساعتها وفي وقتها في ساعة حدوث الموضوع من أهل أو من أصحاب الشأن. وطبعا ده بيؤدي إلى الكثير من القلق والفزع في بعض الأحيان على أولادنا، وهما طبعا أغلى ما لدينا. النهاردة بنتكلم على أكثر من 125 حالة خطف وإتجار بالأطفال، ده كان طبقا للمجلس القومي للأمومة والطفولة، ده غير طبعا وده بس في الربع الأولاني من العام الحالي من 2016. خلينا نتكلم أكتر إنه ماذا بعد. يعني أولا إيه الوضع حاليا فعليا، هل هو فعلا بهذه الخطورة ولا لا؟ إيه الخطوات اللي المفروض نتبعها إحنا كأهل أو كمعنيين بهذا الشأن لحظة حدوث ده، وايه اللي المفروض نعمله عشان نتفادى ان ده يحصل؟ كل ده هنعرفه من ضيفنا النهارده، وهو اللواء محمد نجم الخبير الامني ومساعد وزير الداخليه سابقا. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم، ونهارك سعيد ونهار مصر سعيد ان شاء الله باذن الله. خلينا نتكلم الاول بشكل عام قبل ما نخش في ظاهره اختطاف الاطفال تحديدا، وهي واحده من الجرائم اللي موجوده في العالم كله. يعني الحاله الامنيه بشكل عام شايفها ازاي في مصر؟ يعني انا عايز اقول ان الوضع الامني في مصر في تقدم مستمر وتقدم ملحوظ بيلمسه اعتقد جميع المواطنين على كل الاصعده وفي كل المجالات الامن. ففي مثلا في مجال الامن السياسي هناك تقدم كبير في مجال الامن السياسي، وجهاز الامن الوطني الحقيقه بيقوم بدور فعال جدا في هذه المرحله بعد ما اعاد بناء نفسه ونظم صفوفه ومعلوماته، واصبح له اليد الطولة واصبح ضربات له الاستباقيه واضحه، واحنا كل يوم بنقرا في الاخبار وبنشوف في التلفزيون الخلايا اللي بيتم ضبطها قبل ان تقوم بعمليات ارهابيه تروع المواطنين. ده في مجال الامن بشكل عام السياسي، انا بتكلم في مجال الامن السياسي. في مجال الامن الجنائي واضح هناك تقدم في مجال الامن الجنائي في على كل الاتجاهات، في قضايا السرقه، قضايا القتل، قضايا المخدرات، واحنا شفنا الاداره العامه للمخدرات في الفتره الاخيره ومباحث القاهره ضبطت كميات كبيره من المخدرات والاقراص المخدره اللي كانت هتروج في السوق لتدمير الشباب. في مجال اخر مثل مجال الاتجار في العمله والتاثير على الاقتصاد القومي في مساله الدولار، احنا شايفين نشاط ملحوظ لجهاز مباحث اداره الاموال العامه في الوزاره بتقوم بحملات الصرافه والحملات وكل هذا، ومباحث التموين بتقوم بدورها في مجال ضبط الاسعار والمخالفات التموينيه. في سيناء مثلا هنقول في تحسن للوضع الامني بتعاون القوات المسلحه والشرطه، واحنا يمكن شفنا وبنسمع كل يوم ما يتم ضبطه ويتم احباطه من اعمال، وما يتم ضبطه من الجماعات المتطرفه وتقديمه للعداله. الوضع العام بصفه عامه، الوضع الامني الحقيقه في تقدم ملحوظ، واعتقد المواطنين حاسين بيه ولا ينكروا، الا طبعا في ناس معينه لها مصلحه في الانكار هذا وتصدير صوره ان الدوله المصريه غير امنه وغير مطمئنه. طيب نيجي بقى لظاهرة زي ما قلنا فقرتنا النهارده بنتكلم على الخطف الاطفال، وزي ما قلنا هو موضوع قلق المصريين كلهم، خصوصا كمان دلوقتي انت عندك كتير جدا من الاهالي اللي موجودين في المحلات وفي الاسواق وفي المولز التجاريه علشان خاطر طبعا عوده للمدارس، فزحمه وعيال في كل حته وفي فوضى وفي عدم تحكم في المواضيع، ففعلا ده ممكن يكون موسم لهذا الموضوع.
حضرتك شايف ليه الظاهره دي منتشره بالشكل اللي يعني هو انا عايز بس اقول ان جريمه الخطف هي جريمه من ضمن الجرائم الموجوده في المجتمع ولا حتى ولا هتبقى هتظل موجوده كلاسيكيه زي وموجوده وموجوده في كل المجتمعات وليست موجوده في المجتمع المصري فقط وستظل موجوده لكن هو لم تصل الى حد الظاهره كل ما يصار في السوشيال ميديا والفيسبوك والتواصل الاجتماعي كلها نوع من المبالغة ونوع من إثارة البلبلة في الرأي العام وتصدير صورة ذهنية عن مصر سواء في الداخل أو في الخارج إن الدولة المصرية غير قادرة على ضبط الأمن إشاعة الفوضى ما بين الأسر عشان الأسر والمواطنين يفقدوا ثقتهم في جهازهم الأمني وبالتالي يفقدوا ثقتهم في قيادتهم السياسية ده الهدف المنشود ومعروف من وراء هذا يعني هذه الشائعات وهذه الأكاذيب اللي بتدار على الفيسبوك بحرفنة ويمكن قعدتنا النهاردة الحلقة بتاعتنا هم قصدين كده قصدين ان احنا نتكلم في الموضوع ما هو مجرد ان هم يوصلونا ان احنا نتكلم في الموضوع يبقى بيأكدوا عشان ايه عشان يقولوا بس في اساس ما هو لو ما كانش في حوادث انا بس عايز اقول لك ماده خام يعني ما كانش في كلام انا عايز اقول لحضرتك على حاجه ان الجرائم بصفه عامه او جريمه الخطف يمكن هي مرتبطه باوضاع معينه في المجتمع يمكن جريمه الخطف عندنا زادت شويه عقب ثوره 25 يناير وحاله الانفلات الامني اللي كان موجود وسمعنا عن حوادث كتيره قوي احنا في الفتره دي عن الخطف سواء مش ما كانش خطف اطفال بس كان خطف رجال اعمال وخطف ليه اللي كان في حاله من الانفلات الامني وكان في خطف للفديه وخطف 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 بالتاكيد في جرائم موجوده خطف تمام لكن ليست بهذا الكم وليس بهذا الذعر اللي بيحاولوا يوصلوه للناس في المجتمع او تصدير صوره للاخر اولا هل احنا النهارده هل تلوم في هذه الحوادث الاهل هل هو تقسيم من الاهل ولا الاهل ما لهمش دور لو هو في الاول في الاخر فيه أنا بس عايز وصلنا لتقنيات زي بيقولوا وطرق مزعجه هو السؤال بس مش كده معلش يعني اصل انت بتكلمني على السؤال وكانه اصبح ظاهره واحنا مواجهه ازاي انا بقول هو مش ظاهره لكن انت تقول احنا السؤال كيف نتفادى حوادث الخطف في المستقبل او ان انا احافظ على اطفال ازاي او احافظ على كده ازاي يعني لا هو انا يعني هو سؤال كده يعني لا انا هقول لك سؤالي بيقول لما يحدث حادثه لخطف الطفل تمام. لما بتحدث ايا كانت بقى هل ده بيحصل بشكل كبير بشكل صغير ظاهره مش ظاهره في الاخر هو بيحصل حصلت واقعه فرديه التقصير بيجي هنا الوم الاهل ولا الاهل ما لهمش دعوه ده السؤال لا هو طبعا الاهل عليهم فهمت سؤالي بقى دلوقتي انا فهمت سؤالك بس انا مش بقول السؤال ده ليك انت انا مش بوجهك انا بس بلفت نظر المشاهدين عشان انت لو سالتني السؤال ده وانا اتكلمت فيه بصفه على طول يبقى مباشره إن هو ظاهرة. يبقى انا بتكلم على ظاهره وبحلل الظاهره وبسلم انها ظاهره اللي انا عايز اقوله ان هي جريمه الخطف قلت زي ما قلت ان هي جريمه موجوده وستظل موجوده وموجوده في كل المجتمعات وهناك جريمه الخطف للفديه والخطف للطار والخطف للتجاره في الاعضاء ودي موجوده في كل العالم على فكره زي ما قلنا كلاسيكيه موجوده بالظبط بالظبط لكن نقول ايه كيف نتفادى هذا اولا لابد يعني احنا الاسره عليها دور والمدرسه عليها دور والامن عليه دور تمام الاسره لابد ان كل أسرة تاخد بالها من أولادها يعني احنا زمان بمعنى ايه بقى ما انا هقول لك احنا زمان ما كانش الواحد يمشي غير في ايد ابوه طبعا او في ايد امه النهارده كل واحد انصرف والعيال في الشارع ويجروا طول النهار وبيجروا في الشارع وفي النوادي وفي المشارع بدون احنا سيبنا دورنا وقعدنا نلقي بدورنا على الدوله وكان الدوله هتقوم بدور بس في حاجه لو تسمح لي لو احنا مثلا في نادي خاص ولا مفروض احنا في مكان مول ولا في نادي ولا في مكان مفروض ان هو امن وزي حاجه زي ما احنا قلت الموضوع ده ابني دي مساحه للولد ان هو يتحرك ابني لما هيروح في النادي طبعا عليه في نادي يبقى هعمل ايه طيب حبيبي ابني لو هو في نادي ولسه في سن ممكن يحصل فيه كده لابد يبقى تحت عينه مش واعي قوي مش انا اقعد اتكلم مع حد واتشغل في الموبايل واقعد على الفيسبوك واتكلم ايه وابني وانا مش داريه
ما احنا بنشوفها وبنشوفها على البلاجات كمان. مظبوط. كل واحد في وادي والعيال والعيال في وادي. لابد افتكروا بقى فجأة ايه ده، افتكر الواد ده مش لاقينه عندي دور عليه فين. لا طبعا لابد ان الاهل يعودوا اهل، الاب يعود اب، الام تعود ام، الاسره تعود اسره. لابد انه مش كل يعني حاجه عينه في وسط راسه زي مش كل حاجه الدوله هتعملها. لدرجه كانوا بلغوا زمان قوي زمان وكانوا طلعوا حاجه كانت يعني زي حاجه فيها باسويره كده في ايد الام وفي ايد الطفل. انا شفتها دي، انا شفت موجودة. دي في الساحل الشمالي انا شفت دي والله العظيم. وانا مش وشفت ان الشيء بصراحه كان شكله مش حاجه لطيفه خالص. اولا ده كان مكان ملموم نسبيا، يعني هو كان حدث زي حفل وكان مكان ملموم، دبلوماسيين موجودين، سيده رابطه ابنها بليش زي الحيوانات الاليفه. لا لا كان عملوا حاجه ظريفه يعني. هو انا عم بقول ما ظبطوش بتاع يعني. انا بقصد انت فهمتني غلط. انا فهمتني غلط. انا بقول كانت المحافظه زمان لدرجه ايه، لدرجه كده والله لحد دلوقتي مش كان قيد. لا ده كان حاجه شكلها ظريفه وبتتيح للولد الفرصه الحركه في مجال كبير قوي، بس يبقى تحت. لما اقول لك بقى ده حصل كده في 2016 ايه رايك بقى؟ إيه وده شفته بعيني في 2016 وفي مكان راقي المفروض. والله إيه بس والله مش قادر اقومها. بس اقول لك على حاجه، ده هو ده دور الام. دور الام ان تحافظ على اولادها يعني، والاسره لابد انها تاخد بالها من ولادها. ما تسيبش الاولاد كده في الشارع. انت انزل الشارع هتلاقي اطفال في الشوارع من غير اهل، فشيء طبيعي ممكن يحصل. ايه تاني اللي ممكن نعمله قبل وعايز اعرف بقى لما يحصل بقى الواقع، نفترض ان حصل. احنا اتكلمنا في دور اتكلمنا الاول في دور الاسره. في دور المدرسه، المدرسه لابد انها ما تسمحش بخروج الولاد الا بمسؤوليه الاهل. مسؤوليه الاهل او في باص المدرسه في باص المدرسه تحت اشراف مشرف، او الاب او الام بيجي ياخدوا ولادهم من المدرسه. دور يفتحوا الباب بقى والعيال تجي. دور الامن طبعا، دور الامن مهم جدا في هذا. طبعا دور الامن لابد ان ينشر دوريات راكبه عند المدارس اللي بالذات مدارس الاطفال الصغيرين اللي متعرضين لهذا الموضوع. لابد ان يفحص بجديه البلاغات اللي بتيجي، قد تكون لان في بعض البلاغات بتيجي كيديه، بلاغات وهميه. لابد ان تفحص بجديه، ولابد ان يتخذ فيها اجراءات وتشكل لها فرق البحث. لابد من متابعه العصابات اللي بتشتغل في هذا المجال وظبطها. في يعني ناس محترفه في ده بالتاكيد. كل جريمه لها محترفيها يعني. مافيا كل جريمه لها محترفيها. بل حضرتك واكيد انا طبعا متاكد ان الاجهزه الامنيه الحمد لله على علم، الاجهزه الامنيه على علم وعندها قواعد معلومات وتقدر والاجهزه الامنيه الحقيقة بتحاول بتقوم بدورها، لكن هو طبعا ليس كل هناك حاجة ليس هناك امن بنسبه 100%. لا ومش كل حاجه كمان. واذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه، قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. الجريمه موجوده وستظل موجوده طالما وجد الانسان على وجه الارض، تقل وتزيد طبقا لاجراءات الوقايه منها، يبقى وتبقى لانضباط المجتمع وسياده الامن فيه. يبقى سياده اللي هو الحقيقه يعني ادانا زي ما بيقولوا كده ايه الخلاصه، ان الموضوع موجود، لم يصل على حد كلام ضيفي الكريم، لم يصل الى حد الظاهره. هو شايف انه في الاول وفي الاخر هي حادثه او حوادث زي اي حوادث، زي اي نوع من انواع الجرائم الموجوده في اي مجتمع في الدنيا، ويجب ان يكون هناك جهد يعني متكامل. الاهل عليهم دور، الاماكن العامه اللي احنا فيها مسؤوليه، النوادي ودور الامن فيها، وما يسيبش ولد يطلع مع حد غريب. وبالتاكيد في وقت معين بيوصلوا ان هم بيبقوا عارفين الولاد نفسهم، ما يسيبش حد يخرج من الباب لوحده. صحيح صحيح. الاجهزه الامنيه عليها دور، يعني قصدي اقول ان هو ما فيش حد واحد لا مقصر ولا حد واحد مسؤول. بالزبط. هي تكاتف لينا كلنا عشان نحمي ولادنا بعد الشر من اي حاجه تقهر قلب ام، لان اعتقد ان هو ده اهم حاجه يعني. بالتاكيد. انا بشكر حضرتك جدا جدا، نورتني يا فندم اللواء محمد نجم الخبير الامني ومساعد وزير الداخليه سابقا، وان شاء الله يكون لنا كمان. وربنا يحفظ اولادنا ويحفظ مصر من كل سوء يا رب. باذنك يا رب ان شاء الله. مشاهدينا هنروح لفاصل ونرجع تاني، خليكم معانا.